مش ورا ورا طالعين على عندك ولا مش طالعين؟ لو سألتك انت مصري تقول لي ايه؟ قول لي مصري وابن مصري وابن مصر الله عليه، قولها باعلى صوت وارفع راسك لفوق، انا مصري وابويا مصري بسماري ولوني مصري وكل مصر الله عليه. تحياتي ليك زميلي العزيز كابتن عادل مصطفى، وتحياتي لكل مشاهدينك الكرام، مشاهدي قناه المحور برنامج الريمونتادا في كل مكان. منتخبنا بيتألق ويتعملق هنا في الكاميرون بفوز غالي وثمين على منتخب الكاميرون في مباراة نصف النهائي، فوز في ملعب أولمبي بمدينة ياوندي، بيضع منتخبنا الوطني قدما في النهائي لملاقاة منتخب السنغال. الجماهير اللي ورايا اللي شجعت وأزرت ودعمت وسندت، لازم ناخد رايهم ونعرف رايهم في المباراه وناخد ردود فعلهم. رايك في المباراه النهارده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاول الف الف مبروك لشعب مصر العظيم، عظيمه يا مصر بجمهورك الجميل، الف الف مبروك لكل شعب مصر، 110 مليون فرحانين في مصر، مبروك لمصر. النهارده المباراه ايا كان اللي احنا ادينا ما اديناش، احنا كسبنا يا رجاله، احنا كسبنا ووصلنا النهائي، وصلنا نهائي افريقيا. انا قلت لهم من اول مباراه احنا اتغلبنا من نيجيريا، بس ان شاء الله هناخد كاس افريقيا، قسما بالله هذا حصل، قسما بالله هذا حصل. عظيمه يا مصر، عظيمه يا مصر. عايزك تكلمني بقى رايك النهارده في التغييرات وفي اداء مستر كيروش، وال يعني اقول تعليقك على الحكم النهارده. اداء اسطوري من المنتخب المصري، ما اعتقدش فيه فريق في العالم لعب 3 ماتشات 120 دقيقه متتاليين، اداء اسطوري. مش عايزين نحلل اي حاجه، في رجاله بتلعب في الملعب، مش سهل جدا حد يلعب 120 دقيقه 3 ماتشات. الف الف مبروك لمصر، وان شاء الله التامنه والكاس التامن لمصر ان شاء الله. واللي بقى رايك في المباراه النهارده؟ والله المباراه النهارده جميله جدا، وكان بطل المباراه النهارده ابو جبل اللي شال ضربتين جزاء، كان حاجه جميله جدا، ومبروك لمصر ومبروك للشعب المصري كله. رايك في المباراه النهارده بشكل عام؟ رايك في اداء اللعيبه؟ رايك في تغييرات مستر كيروس؟ الف مبروك لكل اللعيبه ولكل الشعب المصري، اللعيبه كلهم كانوا رجاله، كانوا قد المسؤوليه، عبد المنعم وابو جبل وكل اللعيبه كانوا اسود النهارده، احنا اللي كنا اسود مش هم، والحمد لله عملناها، وان شاء الله هنجيب الثامنه قدام السنغال ان شاء الله. الف 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 مليون مبروك لمنتخب مصر، ومش هنقول حاجه واحده، ميعادنا يوم الاحد الثامنه ان شاء الله، الثامنه افريقيا يوم الاحد. يا محب اقول ان المنتخب لعب 360 دقيقه برجوله، الناس اللي انتقدت المنتخب قبل كده وقالت المنتخب ده ما يصلحش، النهارده احنا بنشوف مهند لاشين نازل عشان الاجهاد البدني اللي حصل للعيبه الاساسيه بتاعتنا، مهند لاشين بينزل ما فيش فرق بينه وبين اي حد من ال11 الاساسيين، بيلعب لعيب مصاب ومتعور، ارجل من ارجل 11 لعيب في الكاميرون، احنا فعلا نستحق النهائي واثنين بالثامنه جايه. احنا الحمد لله ربنا ما ضيعش تعبنا النهارده، الحمد لله ربنا ما ضيعش تعبنا، جينا من اخر الدنيا، جينا من القاهره وجينا من مصر ومن كل مكان في القاهره، وشجعنا بروح الفنانين، والحمد لله ربنا كسبنا. يلا باشا، رايك في المباراه النهارده؟ بجد مبروك، مبروك للفريق بجد، الفريق كله اللي يعني في حوالي 32 لعيب ولا 22 لعيب جاهزين، اللعيبه كلها جاهزه، مهند لاشين النهارده بينزل بيلعب بينالتي عادي جدا بيحطه، كل حاجه كانت جميله بصراحه، والفرقه كلها جاهزه وعلى اتم استعداد، وفعلا فعلا لحد هيبقى الثامنه، السنغال بعيد قوي. الف مليون مبروك للمنتخب المصري، الف مبروك للشعب المصري العظيم. انا كنت عايز بس اقول حاجه، مستر كروش ادى النهارده ده عظيم جدا، معلش انا مش عايز محمد شريف يزعل، ما ده بيفدي المنتخب بروحه طبعا، واحنا كلنا ورا المنتخب، كلنا ورا المنتخب. بس عايز اقول حاجه، المنتخب الوحيد اللي اتظلم في البطوله كلها، سافر من مصر الى جروه، ومن جروه جاي ويندي، ومن ياوندي راح دواله، ومن دواله جاي ويندي تاني، ده ارهاق للمنتخب. طبعا برضو اللعيبه هنا التنظيم سيء جدا، بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان احنا كسبنا، وان شاء الله ان شاء الله هنفوز بالبطوله. رايك في المباراه النهارده بشكل عام؟ النهارده الحمد لله اللعيبه لما اشتغلت على نفسها واشتغلت من اول ماتش الكوت ديفوار وابتدت تلعب لعبها الحقيقي، كل الجمهور وكل الشعب المصري بقى وراها. لما كان في اداء بسيط شويه في الاول في بدايه البطوله، احنا معروف عننا ان احنا لما بنبتدي بطوله لما بنبتدي بنسخن حبه حبه، ولما بنلعب لعبنا من غير اي تاليف فيها بنشتغل احسن ناس وبنوصل في الفاينل باذن الله، مش هنرجع من غير التمنه. 90 دقيقة أمام السنغال يا كابتن عادل، وإن شاء الله منتخبنا رجالة ولعيبتنا رجالة، وإن شاء الله البطولة مصرية. تحياتي ليك يا كابتن عادل، والآن العودة إليك، تفضل.